الدنيا تمام تمام بابا حاضر. اديله. يا صباح الخير، السلام عليكم متابعينا الأعزاء، مرحبا بيكم ومنورين القناة. حابين نتكلم النهاردة عن الأكتيف والباسيف. إيه كلمة أكتيف وكلمة باسيف؟ أنا عارف كلمة أسيف أكتيف دي ماركة شوز، مش كده؟ أكتيف ماركة شوز وماركة أحذية ومش عارف إيه وشنط، مش هي دي اللي احنا بنتكلم عليها. اكتف في الجرامر معناها الجمله المبنيه المعلوم، وعكسها بس في الجمله المبنيه المجهول. فلما اقول اي بلاي فوتبول يبقى معناها انا بلعب كره قدم. حاله الادب مش عارفين نصور منهم ولا ايه. انا بلعب كره القدم، معروف مين اللي بيلعب كره القدم، فانا طبعا ما بعرفش العب كوره. المهم لو انا قلت اللعب او تلعب كرة القدم، كرة القدم بتتلعب، فاقول فوتبول از بلايت. ده الفرق ما بين جملة الاكتيف والجملة الباسيف. طيب ليه بنستخدم الباسيف اصلا؟ قال لي حضرتك احنا بنستخدم الجملة الباسيف ديت لاكتر من استخدام. اولا انا لو جينا احنا بنشرح درس في الفصل، والمحاضرة بتاعت النهاردة مثلا بتتكلم عن الباسيف في زمن البريزنت سيمبل، وجيت قمت كاتب على السبوره اكتف فيرسس باسيف ان ذا بريزنت سيمبل تنس، ام طالب قايم قال يا مستر الدرس ده شرح الجمله اللي قالها بالعربي. الدرس ده شرح، هو قال مين اللي شرح الدرس؟ لا ما قالش مين اللي شرح الدرس. ليه؟ اوتوماتيك لما نيجي نشرح حصه او بنشرح محاضره على السبوره، اكيد انا المدرس اللي بشرح الماده دي بس. فلما اقول الدرس ده شرح يبقى اكيد معروف مين اللي شرحه، اكيد المستر اللي هو انت مستر شرحت الدرس. فالاكتيف او سوري الفاعل معروف لدى المتحدث والمخاطب، معروف ليا وله. فالقول الدرس ده شرح يبقى معروف مين اللي شرحه، انا خلاص. فبالتالي هو استخدم الجمله في الباسيف لان الفاعل معروف لدى الطرفين، يبقى اول استخدام الباسيف ان يكون الفاعل اصلا معروف، او يكون الفاعل مش معروف اصلا. تاني، يا اما يكون فاعل معروف لدى الطرفين او الفاعل مجهول. انت حليت امتحان حلو، فقام المستر بتاعك الجميل قام ما شاء الله عليه سخي، فقام جايب لك حته شوكولاته كاتبري، فانت قمت واخدها مكمرها وعينتها في الفريزر. اخوك الظريف لقطك من بعيد ومتابعك. انت طبعا عينتها عشان ايه؟ لو شافك شكرا بح، خلصت الشوكولاته. هيو بقى وبقيت العيال مش خلصانه احنا بقى. انت قمت رايح مكمرها هناك، انت دوبك دخلت ما تفهمش بقى بتصلي ولا بتعمل ايه. قام رايح هو، جيت انت بعد ما الجو هس ساكت بالليل تجيب الشوكولاته، عمال ايه الحقوني يا سودي يا سودي، ايه يا ابني في ايه؟ قال لك ذا تشوكلت واز ايتن او واز تيكن. اتاخدت الشوكولاته، مين اللي خدها يا ابني؟ اقسم بالله ما اعرف، بس لو اعرفه المصلحه دي ما تخشش براها. بس هو ولا مش هو؟ هنا الشوكولاته اتاخدت وانت ما انتش عارف مين اللي اخدها. يبقى الفاعل هنا مجهول، عكس الجمله الاولى الفاعل معروف لدى الطرفين، انما في الجمله الثانيه الفاعل مجهول لكل من الطرفين. حاسس اوي، حاسس ولاد مش عارفين نشتغل يا جدعان. طيب أخش عادي. ما عاد دميغة. المهم خلينا نشوف شغلنا. الاستخدام الثالث بس للباسيف بلابل ايه؟ خلصت الحل؟ بحل أمس. الاستخدام الثالث للباسيف يا جدعان ان يكون الفاعل مش حابين نجيب سيرته في الجملة. البنات الحلوة بقى المنافسين الحلوين دول لما تيجي سير البيت هي ما بتحبهاش، تقول لك زفتة، ما بتقولش اسمها أبدا. تعرف هي وأصحابها معروفين في الشلة، إن لما تقول زفتة يبقى بتتكلم عن سارة مثلا، سارة مش هي دي البت اللي هم منسنين منها في الشلة كلها. فيقول أي واحد فيهم يقول زفتة يبقى هي ديت البت اللي اسمها سارة. فإذا كلمة زفتة ديت هم بيكره ذكر الفاعل في الجملة، فبنقول شتيمة ال مش شتيمة بقى، هي مش بقول شتيمة، ما اقصدش بقى شتيمة يا عم الحاج، لا ده هي تقصد بيها
ان الزفت دي ما يقصدش يكره، او هي مش قادره مش طايقه تجيب سيرتها في على لسانها، تكره فمش هتحطها في، مش هتحط اسمها في الجمله. انت قلت الادب، حوش الشطاره ده، الشطاره يا فاشل. ما علينا، ده الاستخدام الثالث في البسف. هل البسف استخدامات اخرى؟ اه هنشوفها بعدين بعد ما خلص مع العيال دي. سلام.